احنا معانا كمان كريستين على التليفون. كريستين ازيك؟ الو نوران، ازيك؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انتي بتسمعي اذاعه القران الكريم؟ بصي مش بسمع اذاعه القران الكريم بس، لما شفت الحلقه بصراحه حسيت ان انا عايزه اكلمكم واقول لكم ان هو يعني صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مرتبط معايا بشويه ذكريات كده، وعرفته عن طريقها كمان. انا حابه يعني اعرفها منك جدا. يعني احنا لما انا دايما معظم صحابي مسلمين فكانوا دايما مرتبطين بصوت الشيخ جدا، وهم كنت بسمعهم بيحكوا بينهم وبين بعض. يعني هم انت عارفه اغلب الناس الصبح بتحب تسمع قران كده اللي هو بتبدا يومها، فانا لما مثلا كنت بخرج مع حد من اصحابي كنا جايبين كلنا عربيه او حاجه فيشغلوا صوته في الاول، مش عارف نحضر عزا فكنت بسمع صوته، فانا يعني من قبل حتى ما يحكوا عنه انا ما كنتش مجمعه الصوت بتاعه، بس لما جيت في مره كنت سامعه فعزا سمعت صوته كان حلو جدا، فانا سالتهم فقالوا لي ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه كل مره. فعلق معايا بقى وبقيت اعرف صوته لوحدي لما بيشتغل قران في اي حته او بسمع في اي مكان، فبقيت اعرفه لوحدي. برافو عليكي يا كريستين. فهم بقى ساعتها كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا ان انا بقى بقيت اسمعه، واللي هو طب ما تشغلي بقى اذاعه القران الكريم بالمره واسمعي. وعلى فكره انت لو شغلتي اذاعه القران الكريم عايزه اقول لك انت يعني هتاخدي معلومات كتيره جدا. وفعلا كنت لسه بتكلم مع الضيوف اللي قبلك انه هي بتحسن اللغه العربيه عندنا والعربي، احنا محتاجين لده جدا الايام دي. ده حقيقي، وبعدين كمان في اوقات رمضان بقى، ويعني ده اكتر وقت بيبقى فيه الموضوع ده سائد جدا، فكره ان الناس طول الوقت بتشغل قران، فكره الناس كلها بتسمع التلاوات باصوات معينه. فلما كنت لما كنت ببقى بفطر عند حد وبيشغلوا قران قبل الفطار مثلا، هو صوته حلو جدا، صوته حلو كان بيفكرني دايما، يعني انا اكتر حاجه بحبها عندنا في المسيحيه يعني الروحانيات، فهو صوته فعلا كان روحاني جدا وبيحسسني ان هو عارفه السمو الروحي كده. ايوه فانا كنت بحس دايما الاحساس ده بصوته، يعني انا ممكن ما كنتش بسمع، طبعا ما بسمعش قران كتير اكيد، بس في المناسبات في عزا في حاجات كده سمعت، يعني تعرضت للاصوات كتير، بس هو فعلا صوته مميز جدا وعلق معايا بشكل لدرجه ان انا بقول لك بقيت اميزه بعد كده لوحدي رغم ان انا مش بسمع ده كتير. يعني يعني انت شايفه ان اكتر حاجه بتميز الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ان صوته فيه روحانيات عاليه جدا 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 بجد، يعني بجد من اكتر الاصوات. انا دايما بقول لك بتشدني حاجه للدين، فكره ان انا اسمع حاجه احس ان هي بتعمل زي مو في الروح كده، ده بيخليني احس ان الله الدين ده حلو سماوي كده، فاهمه؟ فانا فعلا بحس ده في صوته قوي، صوته فيه دفى كده وفي عارفه تحس ان هو حد بيعمل لك ونس، فصوته بجد باين روحه فيه، فعشان كده عرفت ليه بقى الناس كلها بتحبه. عرفت بالمناسبه سرشت عليه مره بقى، فانا عايزه اعرف يعني الناس كلها بتحبه هو جايب منين الشهره دي كلها. فلما سمعت صوته عرفت ده، وعرفت بقى هو ليه منتشر قوي كده، ومش بس في مصر ولا في لا ده كل المسلمين في كل العالم بيحبوه جدا، فهو بصراحه يستاهل وصوته يستاهل الحقيقه. يعني دي حقيقة يا كريستينا، بحييكي أولا لأن أنت حابة تزودي معلوماتك، أن أنت فعلا قلتي كلام وصف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أن هو روحه أو تلاوته للقرآن الكريم بتوصل للإنسان اللي قدام أو اللي هو بيسمع الروحانيات أكتر من أن هو يسمعها بمجرد من ودنه بس. احنا بشكرك جدا يا كريستين، نورتيني. ده كلامنا عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مهما نتكلم عمرنا ما هنديله حقه أبدا في الكلام، لأنه شيخ جليل عظيم ليه تلاوات نادرة جدا، ويمكن قلتلكم أنه هو سفير للقرآن الكريم في كل دول العالم العربي والإسلامي.